بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. دا وديال ادل هانتين با ملك استواد نغ داونيسين دنيا دافيدا كوسو دواد برامجك وحبرشدا برامجك وحبرشدا تدوات كان ما ذاك غارته وحا مرتين اوغو اه معلمينتا ارديدا يو ماملياشا اسكولكا المهاجرين او كميدا اسكولدا كويالا مغالدا نيروبي دالكن كينيا. هادبا وحا يلا فديا ان ماملها اسكولكا احمد علي احمد ان مركور احمد واحد شرحات يري نغسيسا اما نو بدا مسابا اسكولكا المهاجرين بل ميشو كو يالو وحيابها او هيو وحصل نشرح غورت الاساسي. بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومواله. اما بعد مكوري وحن ادي ادو مهنقيا سومالي جنرال يا شغال هذا سيغ روح بان الناس الدوين حلينا وكم هسنتين انت اسكدب مدرسة انو امام كذا كم هاي وحل الله مقع على مدرسة المهاجرين وحي هوسك تا مؤسسة عانا اسيلي دان عانكا نيروبي كينيا حتى عالم الاسلام عندك رحتا عانكا مؤسسة الانصار السنة الله انصار السنة ومؤسسة وين It's a group of schools, primary schools, secondary schools. We have a school in the middle of the school. 2013 سبتمبر وحن كو اساسني اردي ير كونتون كير الحمد لله ما توحي مريان اردي لو اساسي كونتون كاها ما تي شن بقول ايو تشتر بي مريان الحمد لله رنتي مدرسة دو اذياد بي وشقيان ايسا كين يمرك الايمان ايو وحا جكتا سومالي يعني سومالي كتيمي دو كلا تسال اهان او ربتين واحد برشو معروطة واحد برشو وكان سلام مركا تتكاسو كلا بالسكول كقاب نوعية أي كو إيمان كران ولودو أنجليك عرضة يقولون أقام من نقد عرضة سكول كالمهاجرين سؤالي سؤالي كلك تيمو معها وحن قابلنا عيد والبا واحد برشو ضني صح وحن قابلنا عيد والبا واحد برشو تشعل سؤال هنا كو سقاطي يعني لعل سؤال هنا ها مركا هذا أصلا غزوة شهادة سؤالي سؤالي كتيمي يا دتك لو واحد برشو تشعل با سو كم كان قاعد إنه امتحان بها تاكسي اكسام بمران امتحان كاس او ان كو اوغان انه ليفل كا ايهين وحنا غلاس كود اما غلاس كي اوغل مهجينا يي واخ برشو هاد بسيت هاي غلاس كي اوغل ما بان جينا وحنا كو تاغان اقونتود اي امتحان كي ام كا قادني وخي كو هلان وحيابها ادغتان او بحسان او كلي marka laga hadlayo maadiga iyo diiniga bal maxaa kamida dhinaca maadiga waxaan bixina syllabus kenya oo wadanka maadooyinka wadanka lagu bartay caadiga dhinaca diiniga waxaan u heliya galaasay hoose ee preschool kaldo intan galaasay la gaarin ka hooseya waxaan u dalgalay maadooyinka yaani alkitaba wal qiraa yaani farbarka xagga diiniga iyo si wax loo akhriyo sidoo kale waxaan u raacina yaani adciyaha ducooyin baan u raacina asmaul husna barashada magacyada ilaahay salaashin saashka baan u raacina 1 2 3 4 ila galaas 8 waxaan iyagana u dhigna oo maadooyinka maadiga u raaca مدن ديني والله مو قاعد علوم شرعية وحسوك الله أني ناسيرة وتجويد وحاجة مقرر كاس أنت سو مقرر كعادية ديني قاعد أقول إنه حاجة ما دون كلا أو كب حسن أو وطلق لنا الضوء إني في إستان وطالعان أي كم تاي يعني المتون حفظ المتون متون تاي حفظ سينا الرحبية البيقونية هذه اللي يكون هي تحفة الأطفال هذه لا يكون هي حية من داود من نونيت القحطاني وحاصل إنه حكمته وحياه سوك عن أرضان كبرنا مرك الله جسد تقو إن دتك كلو أشان يبتدى على ما وسكول كليكتا طبعا هذاك الصومالي بعطاي أرضا اللي جتا صومالي وبدنيهن صومالي وعلى جسد ودتي وحلا جابا أرضي يرير أو صومالي دقن كودي أما اللغة دودي أن جرن إن اللغة كانوا مرك وحياه إنه عاسة أرضا ما وصل مسانو دقن كلو برايو لوقت دوسيس أقول لمن اللوجود داريه. ها وهم تبي جيران
ممكن وضن كسواني اللي جي ما الجو وضن كان وضن بحلية هي دبعة دي سأجرك رنتي واجهنا كرسيين أرضية أنا قلت لك إن إحدى مرك قاركم كده عم أحبر شغل الله أرضية وين وحشت أو د جلسون سالهن عن فريسن كرين أقول تقول إحدى جلسون كهوس كواس كل واحد سين ترين كوتشنج جلس وحال نا وصل برونا وأحبر شغل كوس فانسينا زي لغدي ولص قصان إلى ما قدمت أي هرك كارن كارن وتهي إن وحأم هذا علينا نأكله معلمين كلوا واحد شو بعيرنا إن كينيا أنا أضرب عن فيلا يعني سلوق قد الصومالي أقون لكن وحن لا يهاي تنو كريبيشة كما هو مولي وك الصومالي إن وحن كلوا سوري وين يا أرضا إن يونف يمكن حيران يجن حاجة نشوفته مرك معلن عادي معلمين تكلا كينيا كاي ولي بالصومالي دي سوق ترى وحن إذا كأصلا يا بعدين عطلة تصير إن استوديو هكذا حسب مثلا النصب بنكتان قاب كأرضا أذو حبرتان قاب كما أرتى أرضا سؤال هذا ويدسان قدر ير بنا السنين أو ما سنتهاي كل الدمشق فصل بني كان قاف عرضة وحبرنا وبرهم شبه بعرضة برهنا الدين يماد أنت بسويشرة لكن صراحة هدي عن هذا عن سوق إيوه صراحة هدوان وكله وحي إنه أخذ دون تا رحبية الله وبركات اسمي رضوان عبد الله أنا طالبة في مدرسة المهاجرون خاصة في فصل السابع أريد أن أرحب إليكم متن الرحبية في علم فرائض أول ما نستفتح المقالة بذكر حمد ربنا تعالى فالحمد لله على ما أنعم حمدا به يجلو عن القلب العمى ثم الصلاة بعد والسلام عن النبي دينه الإسلام محمد خاتم رسل ربه وآله من بعده وصحبه فنسأل الله لنا الإعانة فيما توخينا من اللبانة عن مذهب الإمام زيد الفرضي إذ كان ذاك من أهم الغرض علما بأن العلم خير ما سعي فيه وأولى ما له العبد الذعي وأن هذا العلم مخصوص بما قد شاع فيه عند كل العلماء بأنه أول علم يفقد في الأرض حتى لا يكاد يوجد وأن زيدا خص لا محالة بما حبه خاتم الرسالة من قوله في فضله منبها أفرادكم زيدون وناهيكم بها فكان أولى باتباع تابعي لا سيما وقد نحاه شافعي فهك فيه القول عن إجازي مبرأ عن وصمة الألغاز باب الأسباب الميراث أسباب الميراث الورى ثلاثة كل يفيد ربه الوراثة وهي النكاح وولاء والنسب ما بعدهن للموارث سبب باب المانع الإرث ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل الثلاث رق وقتل واختلاف الدين فافهم فليس الشك كاليقين باب الوارثات من الرجال ومن يرث من الرجال عشرة أسماؤهم معروفة مشتهرة الابن وابن الابن مهما نزل والأب والجد له وإن على والأخ من أي جهة كان قد أنزل الله به القرآن وابن الأخ المدلي إليه بالأب فاسمع ما قال ليس بالمكذب والعم وابن العم من أبيه فاشكر لذي الإجاز والتنبيه والزوج والمعتيق ذو الولاء فجملة الذكور هؤلاء. Tunataka kuanza kipindi chetu na ningependa tuanze na maswali tuwaulize wanafunzi wa darasa la nane baadhi ya maswali ambao ni machache tu ambapo kila mwanafunzi ataweza kuulizwa maswali kadhaa
mawili matatu hivi. Kwa hivyo wanafunzi makinikeni, msitie woga, mjikakamueni, muwe imara kama chuma cha pua. Tuanze na wanafunzi wa darasa la nane. Imani, tutaanza na wewe. Kwa hivyo ningekuhimiza ukaribie. Kama ambavyo nimesema, maswali ni machache. Na Imani, ningependa ubainishe matumizi ya kiambishi ki katika sentensi ifuatayo. Bainisha matumizi ya kiambishi ki katika sentensi ifuatayo. Ukiziba ufa, hutajenga ukuta. Ukiziba ufa, hutajenga ukuta. Ki cha masharti. Vizuri sana, hilo ndilo jibu sahihi. Kiambishi ki cha masharti. Vizuri. Sawa, Imani unaweza kuketi. Pate mwanafunzi mwingine. Mwanafunzi mwingine Ifran. Ifran, ningependa pia nawe ubainishe matumizi ya kwa katika sentensi ifuatayo. Bainisha matumizi ya kwa katika sentensi ifuatayo. Mamangu alienda Ulaya kwa ndege. Mamangu alienda Ulaya kwa ndege. Kwa ya matumizi. Tena? Kwa ya matumizi. Vizuri sana. Kwa ya matumizi. Pigeni makofi. Kabla hujaondoka, ningependa pia ni kuongeze swali jingine. Ningependa uniandikie ama uniwekee sentensi hii katika hali ya wingi. Nitaisoma katika hali ya umoja. Seremala amemtengenezea mteja kiti kizuri. Seremala amemtengenezea mteja kiti kizuri. Maseremala amewatengenezea wateja vitu vizuri. Kwa sauti. Maseremala amewatengenezea wateja vitu vizuri. Sadakta, jibu hilo ni sahihi. Jibu hilo ni sahihi. Pengine swali jingine tu moja. Swali jingine moja. Ningependa uniambie ni malipo gani ambayo mtu atalipwa iwapo atavunjiwa heshima ama hadhi. Ni malipo gani ambayo mtu atalipwa iwapo atavunjiwa heshima ama hadhi? Vizuri, malipo hayo yanaitwa ridhaa. Pigieni makofi. Naweza kuketi. Swali la mwisho darasa hilo la nane. Ni kwako pia Imani. Ni kwako Imani. Katika mnyambuliko wa vitenzi, ningependa uninyambulie kitenzi sanaa. Ama katika mnyambuliko wa vitenzi, ningependa uninyambulie kitenzi hiki katika kauli ya kutendesha. Lala. Moja wenu anidungie sentensi moja akitumia mnyambuliko huo laza. Ningependa uninyambulie vitenzi vifuatavyo katika kauli hiyo hiyo tu ya kutendesha. Kitenzi cha kwanza ni lia. Liza. Tena? Liza. Vizuri, pigieni makofi. Tunaposema liza, tunafanisha kuwa umemsababisha mtu alie kutendesha. Kitenzi kingine ni kata. Kitenzi cha mwisho ni kata. Mbua kitenzi kata katika kauli ya kutendesha. Katiza. Sana, mpigieni makofi. Katiza. Wanafunzi, mnyambuliko wa vitenzi ni mwingi. Hiyo ni mifano tu ya baadhi ya mnyambuliko wa vitenzi. Vizuri sana. Mohamed Hado, karibu. Mohamed Hado.
Ningependa utambue mkato wa maneno ambayo nitakupatia. Kwa mfano, mkato wa mjomba wetu. Mjombetu. Ongea kwa sauti na ukakamavu. Mjombetu. Tena? Mjombetu. Vizuri. Mnyambuliko wa mjomba wetu ni mjombetu. Swali jingine ni mwana wetu. Ningependa ukatize mwana wetu. Mwanetu. Vizuri, pigieni makofi tena. Na swali la mwisho, ningependa ubainishe matumizi ya kiambishi ki katika sentensi ifuatayo. Kitoto hiki ni kitukutu sana. Udogo. Vizuri sana, mpigieni makofi. Mohamed, unaweza ukaketi. Wanafunzi, mnyambuliko wa vitenzi ni mwingi na hata matumizi ya kiambishi ki ni mengi sana. Baadhi ya matumizi yake ni hayo ambayo mmesikia: ki cha mdogo na ki cha kielezi, na tunaweza kuwa na ki cha lugha na matumizi mengine mengi. Tumemalizana na Kiswahili darasa la saba. Darasa la sita. Mwanafunzi mmoja darasa la sita, njoo hapa nikuulize swali moja. Mwanafunzi mmoja darasa la sita, karibia nipate kukuuliza swali moja. Pigieni makofi anapoingia. Jina lako gani? Abdi Muhsin Abdullahi. Sauti? Abdi Muhsin Abdullahi. Haya, huyu ni Abdi Muhsin Abdullahi, darasa la sita. Abdi Muhsin Abdullahi, ningependa uniambie kiungo cha mwili ambacho kinatumika kusukuma damu mpaka ikafika kwenye viungo vyote vya mwili. Kiungo hicho tutakihitaje kwa lugha ya Kiswahili? Mishipa. Tena? Mishipa. Kiungo ambacho kitasukuma damu. Kiungo ambacho kitasukuma damu. Moyo. Yes? Moyo. Moyo. Vizuri. Moyo. Aya, swali jingine, Abdi Muhsin, katika viungo hivyo vya mwili tuna mifereji ambayo inazungusha damu. Baada ya damu kusukumwa, tuna mifereji ambayo itazungusha damu. Mifereji hiyo tutaihitaji? Mishipa. Vizuri, pigieni makofi. Abdi Muhsin, asante, unaweza ukakaa. Mwanafunzi mwingine darasa la sita, kwa wakati huu tupate msichana. Msichana anapokuja, eleweni kuwa viungo vya mwili ni vingi, na kama vile ambavyo tulisoma, mnajua kazi zao. Deko Hamed. Pigieni makofi Deko. Haya, Deko, simama hapa tu. Unaweza kuambia watu hawa majina yako, majina lako? Deko, tukiangalia ushairi, tuna shairi ambalo lina mifano mitatu katika kila ubeti. Je, shairi hili tutalihitaje katika lugha ya Kiswahili? Amepata. Shairi hilo linaitwa Tathlitha. Katika mitandao, Deko, tuna simu ya mkononi ambayo pia huitwa simu tamba. Jina jingine la simu ya mkononi ama simu tamba ni gani? Yes? Simu tamba, simu ya mkononi pia huitwa
Mkononi. Leko kidogo, mwanafunzi mmoja. Mwanafunzi mmoja. Mwana Fatuma, Fatima Ahmed. Fatima Ahmed. Mama kituambie. Simu ya mkononi ama simu tamu? Rununu. Vizuri. Anatuambia kuwa simu hiyo inaitwa amepata sahihi. Mpigieni makofi. Fusul athamin, asabi' wa sadis. Inshallah. ابدا فصل الثامن السؤال من الصحابي الذي ذكر اسمه في القران الكريم فصل ها من الصحابي الذي ذكر اسمه في القران من يعرف فليأتينا فليأتينا ما شاء الله جواب صحيح ما شاء الله هذا الجواب هو زيد بن حارثة وجه السؤال الثاني للفصل السابع هذا السؤال تكون من هو أول سفير في الإسلام من هو أول سفير في الإسلام من يعرف فليأتي هو سألنا من هو أول سفير في الإسلام ما شاء الله قالت هو الصحابي الجليل مصعب ابن عمير رضي الله والآن وجه السؤال الثالث للصف الثالث الفصل السادس وهذا السؤال تكون من هي أول شهيدة في الإسلام من هي أول شهيدة في الإسلام واحد فليأتينا الثامن والسؤال تكون من هو مؤسس الدولة العباسية من هو المؤسس الدولة العباسية aad baa u mahsantiin macallimiinta yaradada in mudane hadaan dib labadan isugu soo noqono barnaamijyada oo saa u jeeday wax qurux badan oo abarteen bay soo bandhigeen in maxaad ugu si baaq lahayd minna wax ugu baaq lahaa tifiga iyo mamulaash tifiga oo naga joog agaasimaha iyo adiga oo iriya minna wax ugu baaq lahaa ardada runtii tifiga oo tifiga aan jecel lahayn runtii inta badan ka qayb qaata inuu soo bandhigo waxyaaha wanaagga ah ee horumarka ka jira xaafadda horumarka dhammaan ummadda islaamka ay wado oo magaranaysa ay ku jirto soo bandhiga waxaan jecel lahaa marka ku baraarujin lahaa tifiga iyo madaxda tifiga inay runtii aad iyo aad barnaamijyadanka ay aada nogala qayb qaataan anaga kaliyana maaha barnaamijyada islaamiga diinta islaamka lagu dhisayo inay runtii ay kor usoo kiciyaan oo meel walba ay ugu tagi karaan ugu tagaan
أرضوا حقوق باقية رنتي ودلال بدي هنا ضد تناول جدا ماكس كأكو باسان ما شاء الله طارق وعاد بمقارنة عجيب ويهين مركا واحد حقوق باقية واحد برشوت سوى إن شاء الله بول أبي يوسف سبحان الله هاي إن شاء الله تعالى أنت إن كبرنا على الكهرباء دلال كاس يدلال كبر الإيمان إن شاء الله ورجينا داود يا البرامج كي واحد برشدة تدوات كان ذيك جيم على يي تلفيشك عالم جا سومالي شانل أنت سيامك سوق بجمين يا برامج كا أنت أنا سوق بجمين وحن أمها إلني يا معلمين تا أرددا سكولك المهاجرين وما أنت مرتين وقها أنت برامج كان متكل عن لكو كل مدونة متكل نوحجة هذا كل عارف الناس إذا سينا بتقولي والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.